من قلعة الأنهار وشلال بيخال، جنة الأرض المحمية بالجبال، فبين زاغروس، هندرين، كارك وزوزيك أشرقت شمس الإبداع لأحد أبنائها العظماء، قادري فتاح، الأم المعطاء، المفتاح لكل أبواب السعادة في حياة منزلها الدافئ بما تحتضنه من 3 أولاد وابنتان وزوج بهي أبي اتخذ السلك العسكري منهاج حياة منتظم قبل أن يكون عمله. أمير الفوج الخامس العقيد شكري جميل سيد الخيل والعصي انتقل بأمر ملكي للحرس الخاص إبان عهد حكم الملك غازي الذي أهداه ساعته ليعلم أن الوقت سيف الانضباط وسلوك المنهجيين في كل وقت وحين. 22 نيسان 1936 ولد من شابه أمه في الأطباع والإحساس والمظهر، العبقري محمد شكري جميل، عراب السينما العراقية ومهندس المخيلة وصانع الجمال، انتقل مع عائلته إلى الأعظمية بعد حين ودخل مدرسة الخنساء الابتدائية ليبصر أولى ملامح الكمال في مدرسته ومربيته الأولى سنية نوري، ليمشي بخطى هادئة نحو سلم الأخلاق والاحترام قبل العلم والمعرفة، فقد كان موسوعيا منذ صغره ومتيما لنيل سبل المعرفة أينما كانت. انتقل بعد ذلك إلى متوسطة وإعدادية تطبيقات دار المعلمين في الأعظمية التي سكنوها وتحديدا في العواضية، استهوته الأساطير استقراء لما سيكون عليه في حاضرنا مستقبله آنذاك أسطورة حية، فكتب عنهم وهو في سن 16. عشق الفلسفة وأصل الأشياء وجواهر الأمور لا قشورها، تراه يرسم فيبهر، فمن ذا الذي يرسم شخصا من 8 زوايا إلا أن يكون مغرما بالنظر إلى الأمور من كل الجوانب، على عكس من يكتفي بلمحة واحدة تمحو مكنون الأشخاص ودواخلهم. وبعد أن لامس جوهر جبرة إبراهيم جبرة واستوعب ماهيته، اختاره صديق عمر ورفيق درب حتى اشتغلا أول فيلم وثائقي لهما الفيضان، فكان صوت جبرة صادحا وإبداع محمد واضحا في الإخراج والمونتاج. محمد الذي استعار مسجلا من دائرته ليسجل أصوات عائلته في العام 1953، حينها قال له شكري: تريد تصير سينمائي؟ متسائلا عن ما يفعله، فكان رده: أين نعد وهو قد لف يديه حول أكتاف المدينة، إبان افتتاح فيلمه الوثائقي مستعيرا بكلمات نازك الملائكة العظيمة بعد ذلك بعام، ولا زال صدى صوته يغلف جدران السينما التي استهوته منذ طفولته. 1954 عام فيضان إبداعه السينمائي، لم يكن يعلم أنه سيجرف ذلك العسكري العصبي الرافض لفكرة السينما وميول محمد لها. رحل شكري العقيدي وبقيت رتبته الأسمى حب عائلته واحترامهم له، ولكن الوقت الذي كان أكبر همه سرق بعد وفاته بضياع ساعة الملك المهداة له، بعد أن تم نقله من المستشفى العسكري إلى باحة منزله، وما لبث زياد بريج رئيس العرفاء وصديق العمر إلا وأن يزور بيته كل صباح يوم جمعة ليعزف البوق احتراما وإخلاصا لذكرى صديق العمر شكري. هنا ينتهي فصل مهم في حياة محمد شكري جميل، ليبدأ من لندن دراسة وبحثا في استديوهات إنجلترا العملاقة باحثا كما عرفناه. طرق الحب بابه شاميا فلم يكتمل، ثم أحب سمراء الشاشة العراقية بعد أن التقيا في أحد أفلامه الشتاء المر في مطلع الثمانينات، بعدها عملا سويا في فيلم الأسوار، المسألة الكبرى، الملك غازي، الأوجاع والمسرات، وعرس عراقي. أنجبا كل من نسيم وطيبة
كان ينام خلف ستار السينما بعد دوامه في دائرة وحدة شركة نفط العراق في شارع سعدون. مهووس السينما كان يرمي بالقطط والكلاب على ممثليه ليستحضروا ردود أفعال طبيعية، شغوف حد السكون، ساحر لكنه حنون. ما زال يعد النجوم ويسميها مع أبيه على سطح منزل الأحلام، فكل من يسأله من تكون أجاب: أنا أرى من أجل أن أرى، بالروح والعقل معا. إنه الكبير محمد شكري جميل، الأقرب إلى الله رحمة ووجدانا.